أشكرك سيادة الرئيس، دولة رئيس الوزراء، يعني خليني أعبر عن عميق شكري لأن أنا موجود في حضرة سعادتك وفي حضرة هذا المحفل الكريم العظيم. خلينا أول نقر الحقائق في الأول علشان نشوف إحنا هنتعامل معاها إزاي. إن مصر الآن عندها بنية تحتية قوية، بنية تحتية عبارة عن آلاف الكيلومترات في عموم مصر كلها، بنية تحتية من قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قوية، ونعمل على تطويرها. بنية قوية من قطاع مصرفي قوي قادر على تلبية احتياجات المستثمرين ورجال الأعمال، وقادر ومشهود له أيضا بالكفاءة الدولية. عمالة فنية ذات تكلفة بسيطة منافسة، تحتاج طبعا إلى صقل الكثير من المهارات العلمية الحديثة. ويمكن الحدث اللي احنا فيه النهاردة هو بيؤكد كده. سيادة الرئيس بيفتتح أو بيتفقد جامعة برج العرب التكنولوجية التطبيقية، وديت اتجاه محمود جدا من الدولة لإرساء نوع من أنواع التعليم اللي بيثري الصناعة. محتاج إن أنا أؤكد بشدة إن العمالة الفنية هي من أهم مدخلات الصناعة الوطنية، لا تقل عن المواد الخام ومكونات الإنتاج في الأهمية. كلما ازدادت جودتها كلما ازداد جودة المنتج اللي هيطلع. محتاج زميلي صديقي المهندس باسل قال اللي مر بينا في خلال 10 11 سنة الأخيرة، فمحتاج أذكر برضو معاه إن في خلال كل هذه الأزمات اللي مرينا بيها الصناعة المصرية ما تأخرتش لحظة. محدش بعد إذن سعادتك عايز كيس مكرونة ما لقاهوش، محدش عايز علبة دواء ما لقاهاش، محدش عايز غسالة قطعة غيار أي حاجة ما لقاهاش. بالرغم من إن مثلا فترة كورونا يعني كانت الدنيا مقفولة خالص، ودولة الرئيس سمح لنا إن إحنا كمصانع نتحرك بعد مواعيد الحظر، واضطرينا احنا كصناعة وطنية الشغل اللي كنا بنعمله على ورديتين عملناه على ثلاثة علشان نحقق تباعد اجتماعي وما نقفلش. ويحيى يعني عايز اقول الصناعة الوطنية في خلال ثورة 2011، في خلال 2013 وأيام الحظر، في خلال كورونا، في خلال الأزمة الروسية الأوكرانية، كانت واقفة وقف بطولي مع مصر ومع الشعب المصري. خليني بعد إذن سيادة الريس عايز أتكلم على مبادرة ابدأ. مبادرة ابدأ، ويعني كان ليا الشرف إن أنا من أوائل اللي بدأوا مع الفريق اللي بدأ خالص ونزل عمل سيرفي في الشارع كنت معاهم. ليه ابدأ؟ هختصر في الوقت. ليه ابدأ حققت نجاحات في وقت قليل؟ ثلاث أسباب مهمين، طبعا في أسباب تانية. أول سبب إنها كانت مهدفة، يعني إحنا رصدنا هذا القيمة علشان نعمل بيها ايه؟ علشان نعمق المنتج المحلي ونزيد نسبة المكون المحلي في الصناعة المصرية. إذا فعندنا هدف واضح، ما رحناش عملنا في ابدأ تلاجة ولا عربية ولا أي منتج نهائي، كنا عندنا هدف وعارفينه. تاني حاجة كنا عارفين احنا بندرس مين او بنكلم مين. احنا بنكلم القطاع الصناعي بس بكل فئاته، صناعات كبيرة ومتوسطة صغيرة. محدش راح جاب واحد بتاع ريال استيت علشان يعمل مع بتاع الصناعة ويعمله مش عارف مستشفى، لا. تالت حاجة، ودي انا في نظري ان هي من اهم الحاجات اللي حصلت، ان المبادرة لما نزلت كلمت اصحاب الشأن، كلمت ذوي الشأن بالبلدي كده اللي ايدهم في النار، المصنعين. نزلت قعدت مع المصنعين في مصانعهم وفي مكاتب المبادرة، والمسؤولين من هنا قاعدين مع المسؤولين، وانا شخصيا حاضر الكلام ده، يعني محدش حكاهولي ولا قريته في النت ولا حاجة، انا حاضر الكلام ده. وبقى الكلام تعالوا انتوا مشاكلكم ايه؟ ايه الواردات اللي بتجيبوها لسه الفلانية؟ طب دي نقدر نعمل فيها ايه؟ ودي نعمل دي ما نقدرش عشان فيها مشكلة ماس برودكشن. النقاش كان ما بين ذوي الشأن واللي بيعرض الحل.
هذه سنة أنا أنتهز الفرصة دي وأتمنى أنها تكون موجودة في الصناعة وفي الاستثمار وفي الاقتصاد وفي كل المناحي، أن إحنا لما نحب نعمل حاجة قبل ما نصدرها نجيب ذوي الشأن نتكلم معه. دول اللي هيغششونا بجد الحل الصحيح. في الفترة الأخيرة طبعا لا أنكر أن الحكومة مشكورة قامت بجهود جادة جدا وقوية في دعم الصناعة، مبادرات كانت أسهمت بشكل كبير في أن الصناعة الوطنية المصرية تحملت الظروف اللي مرت بيها، زي مبادرة 5% ومبادرة 8% والمحاولة رد الأعباء الرد الفوري لأعباء الصادرات اللي كانت أخرت قوي. وفي وقت الأزمة الحكومة يعني في وقت الكورونا تقدمت الحكومة مبادرة إن إحنا هنسدد لكم فلوس الصادرات أعباء الصادرات القديمة. مش مهندس للأسف الوقت انتهى، لكن لو حضرتك عندك توصيات أو ملاحظات اتفضل. أنا بناشد إن هذا المنهج اللي عملناه في إبدأ نعمله في كل حاجة. حاليا الحكومة طرح مبادرة لتمويل الصناعة ب 160 مليار جنيه، تتحمل الحكومة فرق الفوائد اللي هو حوالي 12 مليار جنيه زي ما ذكر في الموازنة. أنا عايز يتمنى أن احنا نضع هدف ولو بجزء من المبادرة، بلاش بالمبادرة كلها، وليكن مثلا زي ما تفضل سيادة الرئيس زيادة الصادرات خلال 12 شهر من النهاردة، ونعمل حافز إضافي يسدد فوريا ونتحاسب آخر السنة 15% جنب رد أعباء الصادرات اللي بنعملها دي. يعني معالي الوزير كأننا بنشتري من الأسواق المالية دولار، هنشتري من المصانع بتاعتنا. أنا بتمنى أن هذا اللقاء السعيد يخرج على الأقل بهذه التوصية. سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء أعضاء الحكومة والحضور الكريم، أحب أؤكد لحضراتكم أن رجال الصناعة المصرية هم على قلب رجل واحد في خدمة مصر والشعب المصري، ومن أجل دفع معدلات التنمية في هذا البلد، البلد دي وشعبها ده هم اللي عملوا الصناعة وإحنا اللي مدينين ليهم بالفضل وليس العكس. شكرا جزيلا يا باشمهندس بهاء، شكرا جزيلا، كلام يمس القلب بالفعل.